لو واحد منهم ابن مسؤول لأجى الطيارة من أمريكا أخذته وحملته وتوفر له كل حاجة، لكن هذول أولاد شعب، إيش الشعب يعني هو يموت والكبار تعيش في غزة أو في فلسطين؟ والله حرام. التنين المصابين بمرض زاجي اللي يسمى هشاشة العظام، وبياخذوا بخاخات ما يكلسك. البخاخات اليوم مش متوفرة. بلاس قناة فلسطين الرقمية.